أهلا بكم عبر شارع الفن، نتمنى منكم متابعة هذا التقرير. النجم عاصي الحلينة، نحن اشتقنا لك، نقول لك أول شيء فطر سعيد، كيف تعيد العالم؟ ينعاد عليكم وإن شاء الله بيكون هالعيد حامل معه كل الخير والفرح والسعادة لكل أحبائنا وأشقائنا وأهلنا بالمنطقة العربية وبكل العالم. إن شاء الله بيكون عيد الفرح والسلام، لأنه نحن بحاجة للهدوء والسلام بكل العالم. الحمد لله كانت البرمة كتير منيحة، السفرات اللي عملناها هون والحفلات اللي عملناها هون من يعني ببلاد عربية عديدة، وبآخر شيء كنا بكوبا قبل بداية شهر رمضان، فكله كان نشكر الله كتير منيح. ولا إن شاء الله بكرة طالعين على تركيا منشان حفل اسطنبول. انطلاقته كانت من برنامج ستوديو الفن، ومنه اتجه نحو النجومية. قدم في مسيرته الفنية أكثر من 20 ألبوم وعشرات الأغاني المصورة وعشرات الأغاني الوطنية وأغاني المناسبات. لم تقف موهبته عند الغناء، بل قدم نفسه ملحناً أيضاً عبر مسيرته الفنية من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت 20 أغنية، وحققت نجاحاً كبيراً كأغنية أدمنت هواكي وألبوم دقات قلبي. غنى للحب، للعشاق، غنى الوطن والأرض، غنى للأم، وغنى مكافحاً للجوع والفقر، وعبر بأغانيه عن التزامه القومي وحسه الوطني. غنى لفلسطين ولبنان وأطفال العراق، فكانت قوتنا بوحدتنا، صامدون، ليل الوطن، بعدك ساكت، بيكفي إنك لبناني، والقائمة تطول. الناس عم تبكي وتضحك معك لما تطلع المسرح وتدبك معك، قديش هيك قلبك بدأ بينك وبين حالك لما تشوف العالم كلها، الجاليات كلها بدأ عاصي وبدأ لبنان؟ هو الفنان هيدا رسالته، انه بقدر ما عقد ما بيقدر انه يسعد الناس. وانا دايما في مقولة بحبها وبقولها، انه الفنان بمفروض وقت الفرح يزيد الفرح عن الناس، ووقت الألم والحزن يخفف الحزن والوجع عن الناس. فعم نجرب قد ما فينا بالأعمال اللي عم نقدمها وبسفراتنا، وخاصة ببلاد الاغتراب تلاقي فيه اشتياق للوطن وللأهل. فأكيد عم نجرب قد ما فينا نساعدهم ونعمل اللي علينا. هاي رسالة، أنا بقدر ما هي موهبة عندي أو بقدر ما هي صارت مهنة بالنسبة لي، هي كمان رسالة بجرب من خلالها أزرع الفرح بقلوب الناس. كرمته كثير من المؤسسات، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أعلنته صديقاً لها، وقد تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة للتقدير على جهوده المبذولة في دعم المؤسسات الخيرية في العالم العربي. عضو لجنة التحكيم في برنامج The Voice و The Voice Kids، وعضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. صوت جبلي متميز حجز مكانه بين العمالقة دون منازع، واستحق بجدارة اللقب الذي أطلقه عليه الإعلامي جورج إبراهيم الخوري، فارس الأغنية العربية. كمال كسيني على فكرة وألفتي أرض المبدعين. بدي أتشكر معالي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى على اللفتة الكريمة، لأنه ما تعودنا أنه يتكرم الفنان بلبنان بعز عطاءه، دائما يتكرم بآخر حياته للأسف. فهيدي لفتة من وزارة الثقافة كتير مهمة، ونتمنى أنه تستمر دائما. لما عملنا بيكفي إنك لبناني أنا ونزار فرانسيس، كان لبناني عايش بفترة يعني فترة مثل ما بيقولوا احباط. فقلت له لنزار بدنا نعمل شيء نقول للبناني انه شوف حالك انك لبناني، ارفع راسك انك لبناني، مش لازم تيأس. وعملنا فعلا، كنا طالعين وقتها من بعد استشهاد الرئيس الحريري الله يرحمه، وبعد حرب تموز، وبعد المشاكل اللي مرقنا فيها والشغل الرئاسي، فقلنا للبنانيه انه شوف حالكم. كنا نشوف اللبنانيه ببلاد الاغتراب نقول له بدك تيجي على بيروت على لبنان، يقول لك شو بدي اروح اعمل، واللبناني اللي هون تسأله شو وضعك يقول لك ما بصدق انت بياخذ فيزا لسافر.
فقلنا بيكفي انك لبناني غطي الشمس بفي جبينك، بحق لك وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن انك لبناني، ولو ما اللبناني عظيم ومبدع مثل حضراتكم وصبور ومتربص بهذه الارض ما قدرنا استمرينا ولا قدرنا بقينا. نحن قلنا بيكفي انك لبناني للشعب اللي مثلكم واللي مثلنا، للناس اللي بيستحقوا يعيشوا بهذه الارض، ما قلنا للناس اللي هن عم يسرقوا هذه الارض. رح نضل نقول بيكفي انك لبناني رغم كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها، رغم كل الالم والوجع اللي مرقين فيه، رح نضل رافعين راسنا وما بنخضع. نحن مرقنا بحروب اصعب من هيدي بكثير وضلينا بارضنا وصابرين وقاعدين وما هجرنا ولا تركنا، لانه لبنان منه قتال مثل ما الكل بيقولوا. فعلا وانا بايد هذه الكلمه، وقت اللي بدنا نفوت عليه وقت بدنا نفل منه. لكل اللي بيقولوا بعض الحين بيقولوا انه فنان عاصي حلاني هاجر، انا ما هجرت انا ابدا، انا بسافر عندي شغل، هيدا طبيعه شغلي، ولكن انا قاعد بهذا الوطن وبهذا البلد رغم عن كل اللي جرب عم يجرب انه يهشلنا من هذه الارض، من هذه الارض ومن هذا الوطن. فنحن باقيين وصامدين وبمحبتكم وبدعمكم، وان شاء الله يا رب لبنان بيرجع احلى مكان. بيطلع بلش يحكي انا المسيحي وانا الشيعي وانا السني وانا الدرزي، يا اخي ما تحكيني شو انت، انا بدي انتخبك كلبناني. مشان هيك بدي استذكر اخر كلمه حقولها، قول لامامي ومعلمي وقدوتي بحياتي اللي هو الامام المغيب السيد موسى الصدر. شو قال بسنه 75 اول ما بلشت الحرب اللبنانيه؟ قال لهم ان زعماء الاحزاب يغزون النعرات الطائفيه بحجه الحفاظ على الدين. هذا اللي قالوا، ونحن هلا عم نعيشه. كفينا خطابات طائفيه، طلعوا خبرونا عن مشاريعكم، ما تخبرونا عن شو انت ومين دينك وشو بتعمل، انت ببيتك اعمل مثل ما بدك، وصلي مثل ما بدك، وعباد اللي بدك اياه، انا ما لي معك، بس انما انا بدي بالوطن تكون شريكي وحبيبي وخيي وتتعاطى معي كمواطن. بعد ما حطوا لك في عندك تكريم اليوم كثير حلو، شو بدنا عن تكريمك وقديش شو بيعني لك؟ اكيد مبسوط بالتكريم، وبدي اتشكر معالي وزير الثقافه على هيدي اللفته الكريمه القاضي محمد مرتضى، لأنه كتير مهم الفنان يتكرم بوطنه وبلده وبعز عطائه، فهيدي أكيد فرحتني هاللفتة. شكرا لك وألف مبروك. مرسي مرسي. لبنان أهلك عززوك كتير وخلوا العيون عليك سهراني، المش هم لو كان حجمك كتير صغير، المهم ما في ناحية بالكون إلا وفيها بيت لبناني. من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهدة.